معي من بون الألمانية جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جاسم. قبل الحديث عن موضوع العقوبات، هذا باتهام الحكومات الأوروبية للشبكات الاجتماعية بموضوع التأخر وما إلى ذلك، هل نتحدث أو السماح يعني الانتشار كإرهاب، هل هو سماح أم هو تهاون أم هو إهمال؟ ما يتعلق في ردود أفعال أو مدى التزام محركات الإنترنت خاصة العملاق جوجل وكذلك فيسبوك تويتر تيليجرام، عفوا، هذه جميعها هي تعتبر بصراحة يعني منصات أيضا إلى الجماعات المتطرفة استخدمتها في نشر دعايتها المتطرفة. فالموضوع كان هنالك مواجهات قانونية وقضايا ما بين الحكومات وما بين محركات الإنترنت، كون أنه هذه محركات الإنترنت تقوم على أساس مبدأ الخصوصية والربح، ولذلك كان تعاونها للأسف ليس بالمستوى المطلوب. لكن في ضوء التداعيات وفي ضوء انتشار الإرهاب وفي ضوء انتشار أيضا الجريمة يعني الإلكترونية، نجد أنه هنالك تجاوب الآن من هذه المحركات بشكل نسبي أفضل. نعم. طيب، فرض العقوبات إلى أي درجة سيصطدم هذا الموضوع مع الفرضية القائمة دائما موضوع خصوصية؟ ما يتعلق بفرض العقوبات، هنالك بعض الدول اتخذت قرارات أو قوانين وتشريعات بشكل منفرد على محركات الإنترنت في حالة عدم استجابة تكون هنالك عقوبات قانونية. بعض الدول ومن ضمنها ألمانيا شرعت قانون بأنه في حالة عدم حذف يعني المواد المحتوى والعناوين والصور التي تدعو إلى التحريض خلال 24 ساعة هنالك قانون يجرم محركات الإنترنت. ما عدا محركات الإنترنت هنالك أيضا عمليات هاكر من قبل أشخاص، مؤسسات، ربما حكومات، وهذه ظهرت في أعقاب الانتخابات الأمريكية وفي أعقاب ودخول يعني هاكر إلى أنظمة الانتخابات. فحتى هنا يعني في أوروبا هنالك تحذيرات، في ألمانيا على سبيل المثال خشية من أن تتعرض إلى نفس الهاكر التي تعرضت له بعض المواقع والحسابات الخاصة في الانتخابات الأمريكية. فإذا ما يتعلق بالأشخاص بالمؤسسات ربما تكون رادعة، وكذلك لو تحدثنا عن العقوبات والردع إلى محركات الإنترنت أجدها أيضا تأتي بنتائج أفضل إيجابية. نعم. طيب، كيف سيتم التفريق وإلى أي درجة هذا سيكون من ضمن التحديات، التفريق بين من يشكل خطرا حقيقيا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين من يريد فقط التشويش؟ تعتمد على المحتوى، يعني مدى قدرة محركات الإنترنت وأجهزة الرقابة التي بدأت يعني هذه الأجهزة من داخل هذه محركات الإنترنت بالإضافة إلى الرقابة الحكومية تدعو إلى أنه يعني المحتوى، العنوان، المضمون، يعني هل هو يقوم على أساس صناعة الكراهية أو الترويج إلى الجماعات المتطرفة. فإذا هذه تحددها بصراحة لجان المراقبة مدى خطورته وكذلك مدى ارتباطه، هل هو يرتبط في أيديولوجية متطرفة، أيديولوجية عنصرية، يعني فهذه تحددها بالتأكيد لجان المراقبة. نعم. فعالية هذه الطريقة اليوم، فرض العقوبات، هذا ستضيق الخناق على الإرهاب فيما يتعلق بشبكات الإنترنت يعني بشكل نعم. سريع؟ نعم، أجد أنه بالفعل كان هنالك يعني استجابة وهنالك فرق وهنالك أيضا نتائج إيجابية بالنسبة إلى الدعاية في مواجهة الدعاية المتطرفة خاصة في أوروبا وكذلك في الغرب. هنالك يعني سياسات في التصدي لهذه الدعاية من خلال الإنترنت، وأجد أنه حذف الصور، حذف المحتوى وكذلك الفيديوهات كانت لها نتائج إيجابية أكثر في تقليص الذراع الجماعات المتطرفة والعنصرية في نشر أفكارهم المتطرفة. نعم. شكرا لك دائما لوجودك معنا سيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات من بون الألمانية.